السلام عليكم متابعين ومتابعات قناتنا نانا شوبينغ اكادير. مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم في عروض وميزات غزالين. غنكتشفوا معايا شي ميزات البنات اللي خطيره بمعنى الكلمه. عرفتي شي معينات لقيتهم في مرجان ما نعاودش لكم. وكاين كذلك سولد خطير في الاواني خصوصا الا بينا نزينو بهم المائده الرمضانيه ديالنا. وكل شيء كيعرف بان العين اللي كتاكل قبل الكرش هذه معروفه عندنا. كما كتشوفوا يا البنات اواني اللي غزاله 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 غزاله، وكذلك داكشي كيهبل كيهبل. كنت درت لكم واحد ستوري في الانستغرام وقلتوا لي يلا يشاركينا ديري لنا فيديو على هاد الاواني وهذا. حاولت ما امكن، الفيديو تصورات البارح وغتنزل لكم اليوم. حاولت ما امكن انني نسرب لا فيديو باش الناس اللي باغيين يستافدوا من هاد العروض يلقاو كيفاش يديروا يمشيو يشريو. بالنسبه للمرجان اللي صورت فيه هو مرجان انسكان. المهم في مرجان انسكان فاش كاينين البنات هاد العروض. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا من هاد لا فيديو، والا كانت عجبكم لا فيديو ما تنساوش ديروا ليا لايك وتخليوا ليا كومونتير محفز. وكذلك اللي بغيت نقول لكم واللي مازال ما اشتركتش معايا في القناه مرحبا بك، اش كتسنى؟ يلا دخلي عندنا العائله ديالنا وضغطي على زر الاشتراك وهكا غتصبحي من العائله ومرحبا بك عندنا. وبالنسبه للناس الانستغرام كذلك غادي نحط لكم الرابط، غادي نحط لكم هنا في التحت الانستغرام ديالي. اللي بغات تدخلوها كتنضم لينا وتبقى تفرج في الستوري مرحبا بها، والف مرحبا وخليكم على فيديو حتى الاخر.